يعني هن رح يدرسوا 18 ساعة ويناموا 8 ساعات، طبعا هذا حسب البرنامج. هلا 18 زائد 8 شو بيساوي؟ 24. 26 مو 24. اه صح، اوكي يعني هيك بيدرسوا 18 ساعة وبيناموا بس 6 ساعات. بس مو كتير 18 ساعة دراسة؟ لا ابدا مو كتير، 18 ساعة هي كتير مناسبة لأنه امتحان. طبعا أنا هيك كنت أدرس بالجامعة. ماشي الحال عمو نورة، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. تكرم عمو. اتركولي الخضرة عمو، بلشولي بالسمك، السمك كتير كويس للذاكرة ولو. بابا. مرحبا عمي. أهلا بأبو فاروق الورد، اشتقنا لك. ليك من الصبايا قدامي عم ياكلوا سمك. شفت شفت شفت، لو كنت معه هلا كنت أكلت سمك. ولك على راسي والله، إمتى ما حضرت بيحضر واجبك أنت. لا السمك كويس مشان الذاكرة، لك عندهم امتحانات. بوعدك بوعدك رح يجيبوا أعلى العلامات وبتفوق. حبيب القلب ولو لا توصي حريص، هدول بناتي. الله يطول بعمرك حبيب القلب، الله معكم، مع السلامة. مع السلامة. شو عمو عجبكم الأكل؟ ميرسي كتير أنكل، عن جد طيبين. إن شاء الله صحتين وهنا. أي شي بدكم إياه بتطلبوه مني وأنا بأمن لكم إياه. ميرسي. أوكي ممكن مي؟ تكرمين. روح جيب لها مي زوربا. يلا بسرعة. روح أنت. لا روح يلا زوربا. مي بسرعة. مي بسرعة زوربا. كوكا. نعم. روح روح جيبي لنا مي. وليش ما بروح كل هالقد من غير شر؟ ما راح جيب لك مي، انت فوت جيب مي. ايه انا بجيب مي. انكل هلا نحن فينا ندرس على الشط؟ اكيد، انتوا وين ما بدكم بامكانكم. اكيد عمو، وين ما بتحبوا تدرسوا ما في مشكله، المهم تركزوا بالدراسه. طبعا. عزوز أمور معلم، جهز لهم طاولة للصبايا على الشط مشان يدرسوا. ايه تكرم عينك يا أحلى معلم. عزوز. أيوة. مروا لعندي على المكتب، بدي إياك ضروري. ماشي مشغول أنا، بعدين ورا. تعال 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 زوربا زوربا، هات أنية المي أنا بوديهم إياها. لا لا أنا بدي ودي إياها.